انت تعبتني كتير قوي يا ادهم، وانا اكتشفت ان بقى مالكش لازمه، عشان كده قررت ان اتخلص منك برصاصه واحده. عليه واحنا ماشيين في الشارع، انا مش عارف اعمل حاجه، لا كسر اشاره ولا اتكلم في التليفون، مفيش اي سبب استدعي انهم ياخدوه، انا مش عارف اعمل حاجه. اوكي اوكي أنا ليه بدي أبلغ عنه؟ ما أنا مش شايفة قدامي حل تاني حتى تخلص من أدهم وتزيحه عن طريقك غير إنك تبلغ عنه، وخصوصا بعد ما تجوزنا. للأسف أنا ما عملت شي من اللي عم تقوليه. مين برأيك عنده مصلحة غيرك؟ رح قلك. ازيك يا ادهم؟ حضرتك بتكلمني؟ انت مش اسمك ادهم حسن يونس طاحون؟ لا لا لا، انا اسمي جوليان والباسبور معاك. مصري واسمك ادهم ودخلت اوكرانيا عن طريق البحر. لا لا مفيش الكلام ده، انا اسمي جوليان. انت عايز تقنعني ان اسمك جوليان واوكرانيا الجنسيه وما بتعرفش تقول كلمتين اوكرانيا على بعض؟ قول لي، الباسبور مضروب. لا مضروب ايه؟ مضروب؟ انت مصري؟ لا انا في الاصل، في الاصل اراجي. ايه علاقتك بمورس الشين؟ انا شغال عند مورس الشين. شغال ايه بالظبط؟ انا شغال عنده في المطعم، يعني اغسل حاجات في المطبخ، اسايق المطعم كده يعني. ومشاوير الموتوسيكل؟ ما هو ساعات بيبقى عنده عزايم بره، فانا باخد الاكل واوصله بالموتوسيكل بالطياره يعني. يعني ما بتديرش مخدرات؟ مخدرات؟ حد الله طبعا، مخدرات ايه؟ وبعدين يوم لما اشتغل يعني اشتغل في المخدرات، مخدرات حرام. يعني انت ما تعرفش ان مرسي الشيمي بيشتغل في المخدرات؟ لا انا اول مره اسمع الكلام ده. مرسي؟ لا مرسي بيشتغل في المخدرات، وانت عارف كويس قوي، والحساب راجل كبير كمان. استغفر الله العظيم يا رب، بقى مرسي يعمل كده؟ انت هتهزر؟ لا 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 سعادتك هزر، انا بتكلم بجد. مش مصدقك. والله بقى سعادتك انت حر، بس انا قلت اللي عندي. هو ده اللي عندك؟ ان شاء الله. انا كنت عايز اساعدك بس انت مش عايز تساعد نفسك، والظاهر ان المعامله كويسه مش جايبه معاك نتيجه. طب ايه اللي في اوكرانيا اللي بيتكلم عربي ده؟ هو انا قول لمستر باولو ان ادهم اتقبض عليه واحنا جايين. انا خايف قوي ان هم يضغطوا عليه ويعترفوا ويقولوا اي حاجه. لا انا مش عارف مين اللي بلغ عنه. لا مش عارف. اوكي اوكي
الدنيا تضرب عليك في غمضة عين. اهدى اهدى. ايه مش عاوز تقول؟ هقول ايه بس؟ مين الراجل الكبير وقع لقطه مرس الشيمي؟ انا قلت لسعادتك كل حاجة. شوف يا ادهم، اذا كان هما بيدوك فلوس احنا نديك فلوس اكتر. عارف ليه؟ لان احنا عايزينك تبقى معانا، عايزين نزرعك في وسطيهم، فهمت؟ ساعتك انا ما اعرفش حاجه، وعلاقتي بمرسي قلت لكم عليها. شوف يا ادهم، العمليه اللي هتبلغنا بيها هتاخد مكافئتك، وعلى قد العمليه على قد المكافاه اللي هتاخدها. مش لما يبقى في عمليات بتحصل من اساسه. يا باشا ساعتك انا ما اعرفش حاجه. ده غير انك هتشفي اوكرانيا تحت عينينا وفي حميتنا، واي حاجه هتعوزها فلوس، كل اللي انت عايزه هتاخده. وطبعا احنا عارفين انك متجوز برنسيس نادين، ونادين واخد على مستوى معيشه اعتقد انك مش قده. قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس يا باشا؟ ايه طبيعه العمل اللي بينك وبين مرسي الشيمي؟ احنا عارفينها كويس، بس احنا عايزين نسمعها منك. يا باشا قلت لك كل حاجه، صدقني. ساشا! الكسندر! فادي ما بيعمل هيك. مش فادي كان اكتر واحد معترض على زواجك من ادهم وحاول يبعده عن طريقك من اول ما وصل؟ بعدين مش فادي هو اللي بعته يشتغل عن صوفيا؟ فكرك انه فادي ما فكر شو مصير البزنس يلي بينك وبينه بالمستقبل؟ بينما اكيد انت رح تفكري انه مستقبلك مع جوزك وبيتك وعائلتك هني اولى بتصميماتك وافكارك. يا لطيف شو شيطان. لا انا بدي اثبت لك انك لو فكرتي منيح رح تلاقي انه كل واحد عنده دوافعه حتى اقرب الناس لك. عموما رح احكي مع حدا من البوليس واعرف منه شو صار. الو شايف دول؟ لا يا ادهم، الفلوس دي بتاعتك انت عشان تعمل مشروع هنا في اوكرانيا بجد وفي حمايه البوليس، وكل اللي مطلوب منك انك تبلغنا باول ميعاد عمليه وما تتعبش نفسك في الوصول لينا. احنا اللي هنتصل بيك عشان ما نتعبكش معانا. والله انا مش قد الكلام اللي انت قلته ده، لان انا ما عنديش حاجه اقولها لك مقابل الفلوس دي. انت مصر يا ادهم؟ كفايه المبلغ اللي انت حاطه قدامي ده يخلي اي حد يضعف، بس ارجوك صدقني انا ما عنديش حاجه اقولها لك. انت تعبتني كتير قوي يا ادهم، وانا اكتشفت ان بقى مالكش لازمه، عشان كده قررت ما اتخلص منك برصاصه واحده.